ورق الغار لعلاج مرض السكر وتوديع الأنسولين، ونقدر بيه ننشط الأنسولين اللي موجود في البنكرياس لو موجود، ونعالج بيهم التئام الجروح ومشاكل الألم المصاحبة لمريض السكر. فالفيديو مهم جدا، يا ريت لو أول مرة تشوفنا تنزل تعمل اشتراك للقناة وتتابعنا عشان يوصلك كل جديدنا. يلا نخش على طول في الفيديو ونقول ايه اللي معانا وازاي المكونات دي بتتاخد وايه الطريقة بتاعتها عشان نوصل لنتيجة مهمة جدا لعلاج السكر. أول حاجة اللي معانا هم مكونين قرفة وورق غار. ورق غار هو مهم قوي، ورق الغار ده طبعا. طب ازاي هنعمله؟ اول حاجه ورق الغار من المواد الكويسه، اسمه ورق غار او لولار، تقريبا اسمه لولار، لا في اماكن او في دول عربيه بيسموه كده، احنا عندنا في مصر بنسميه ورق غار، بنروح عند اي عطار لسه جايباه من عند العطار اسمه ورق غار. حلو قوي لمرض السكر. ازاي بيعمل؟ على كذا مستوى. اول مستوى ان هو بيعمل على افراز، لو انت حضرتك مشكلتك انك نوع تاني، النوع التاني ده مشكلته ان هو مثلا موجود عندي انسولين بس ما بيطلعش من البنكرياس، فانت عايزه ماده بتحفز البنكرياس ان هي تفرز انسولين وتكون مضادات اكسده في نفس الوقت، ان هي تعالج لك مثلا مشاكل ومضاعفات مرض السكر من ان الكوليسترول يزيد، ضغط وغيره. فالحلو جدا ورق الغار دي اول حاجه. عايزه تنظم السكر، بمعنى انك كلت حته حلويات وبتاخدي دواء وبرده السكر مش مظبوط، يبقى في حاجه غلط. يبقى اللي عايزه حاجه تنظم السكر هو ورق الغار. طيب حصل مثلا ايه؟ مضاعفات عندك، مشاكل التئام في الجروح، بتتعوري، الجرح مثلا يقعد معاكي كتير عكس الشخص الطبيعي، ورق الغار حلو برده. عندك دلوقتي ايه؟ حصل تنميل غيره في مشاكلك، ورق غار حلو كويس برده. القرفة بقى، القرفة المكون التاني. القرفة مهم جدا 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 في تقليل عملية الهضم، سكر كويس. فدي أهمية ده وأهمية ده، أهمية القرفة وأهمية ورق الغار. طب ازاي نستخدمهم بقى؟ الطريقة اللي هعملها لازم تعمليها، ممنوع تغليه، تستخدميه زي ما احنا هنستخدمه. أول حاجة هنجيب فنجان زي ما احنا شايفين اهو، فنجان اهو. هنستخدم ايه بالظبط؟ اهو المقدار اللي هستخدمه يا جماعة مهم انكم تستخدموا زيه، والمكونات دي ما بتتغليش عشان لو انت حبيتي تغليها، لا ما بتتغليش. طيب هنعمل ايه؟ هناخد نص معلقه من القرفه، نص معلقه قرفه، نص يعني دي معلقه شاي على فكره، فتاخدي نص منها كده. طيب وبعد كده هناخد ورقة او اتنين، ناخد ورقتين من ورق الغار، ما تقلقيش من ورق الغار خالص، ورق مفيد جدا جدا ليكي وحلو برضو للجهاز الهضمي لو عندك مشاكل، لان انتوا عارفين اي مريض سكر ما بيخلاش من مشاكل الجهاز الهضمي، فالشكوى منه موجودة على طول. تمام، ناخد ايه؟ ورقتين، هو بيبقى عبارة عن ورق، فتحطي ورقتين كده تلاتة منه، ما تقلقيش، حتى بصوا الاعدام بتاعته موجودة. فانت هتروحي بس عند اي عطار تقول له لولار، يعني نفسي بس لو اي حد في دولة عربية يقول اسم ورق الغار ده عندهم ايه عشان كلنا نستفيدهم في بعض. طيب جبت هنا، ممنوع تضيفي سكريات طبعا، ومع الوصفة دي يا جماعة يعني بالله عليكم تلتزموا بيه. اول حاجة انك تكوني مظبطة اكلك، مظبطة نسبة السكر اللي بيخش دمك، واللي هو ما تاكليش سكريات وحلويات كتير، وتاني ممكن تاكلي بس تنظميه. تالت حاجه انك تعملي رياضه، حاجه بسيطه بس. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنغليه، هنحط ميه مغليه كده عليه، ممنوع تغليه يا جماعه، ماشي؟ طيب هنا انا حطيت كوب كامل، ممكن تحطي نص كوب احسن، يعني ما تكمليش الكوبايه للاخر، نغطيها بسرعه جدا. لازم يا جماعة اي وصفة بعملها لازم تغطيها، ليه؟ كلها زيوت طيارة، سبتيها يبقى انت ما استفديش بيها، يبقى انت تيجي في الاخر تقولي ايه ده الوصفة ما عملتش حاجة. لا حضرتك انت اللي استخدمتيها غلط او ما استخدمتهاش زي ما احنا بنعمل. طب هنعمل ايه؟ هناخدها لمدة قد ايه وكم مرة في اليوم؟
هي كم مرة؟ هي بتتاخد مرة واحدة في اليوم بس يا جماعة، بتاخديها قبل الفطار بساعة أو بنص ساعة، نص ساعة لساعة ما فيش مشكلة فيها. تمام. طيب لمدة قد إيه؟ لمدة شهر، تمشي عليها لمدة شهر. حصل منها أي مشاكل من أول مرة وقفيها، حصل منها مشاكل لازم تتوقف. يمكن أنت مثلا عندك مشكلة فيها في الوصفة دي، فتشوف القناة تطلع لها وصفات كده. يبقى أول حاجة الوصفة بتتكون من نص، اكتبي ورايا، نص معلقة قرفة على ورقتين ثلاثة، أقصى حاجة 3 ورقات من ورق الغار، ونحط مية سخنة عليها ونسيبهم لحد ما يبردوا. تمام. ممنوع بقى نحط سكريات، عسل أبيض، أي حاجة تانية. ناخدها لمدة شهر، وبعد كده نحلل إن شاء الله، نشوف سكرنا فاطر وصايم وسكر تراكمي. هتلاقي الدنيا اختلفت معاكي شوية، وبدأ في تنظيم في السكر، وبدأ الأدوية اللي ما كانتش بتنظم السكر بدأت تشتغل بفضل القرفة وبفضل ورق الغارب والمشاكل التئام الجروح ومشاكل التنميل والحاجات دي. إن شاء الله بإذن الله تتحل معاكي. دي الوصفة بكل سهولة. لو عايزة تسألي أو تستفسري عن أي حاجة ممكن تكتبي لنا تحت في التعليقات ونرد عليك. هكلمكم بس في دقيقتين عن مضاعفات مرض السكر وازاي نخلي بالنا منه. اخطر حاجه بنشوفها في مضاعفات مرض السكر هي غيبوبه السكر الواطي وسكر والقدم السكري، دي اخطر حاجه. لان انتوا عارفين غيبوبه السكر الواطي هي اخطر من غيبوبه السكر العالي. فازاي تحمي نفسك؟ احمي نفسك انك يكون معاك حاجه مسكره على طول في جيبك، مثلا بونبونايه، حاجه، اي شوكولاته، يعني حاجه مسكره، عصير لو انت مثلا شايل شنطه او حاجه حط فيها كيس عصير، بحيث لو حسيت انك انت او انتي حصل عندك ايه بقى بتعرفوها ازاي. ضربات قلبك بتزيد، لو سكرك قل بتعرق، مش عارف تاخد نفسك، سرعة نفسك بتزيد فتعرف على طول، والدوخة بقى اللي بتيجي في الدماغ دي، فتاخد على طول حاجة مسكرة. لان انت ساعتها ما مثلا لو راكب مواصلات او انت راكبة مواصلات فهتجيب حاجة مسكرة منين؟ طيب تاني حاجة بقى ازاي تحمي نفسك من القدم السكري. اول حاجة متابعة السكر، مهم جدا انك اي مشاكل في رجلك او في رجلك لازم تتعالج بسكر بسرعة. تلبسي شوز على طول في رجلك، ما تمشيش يعني بدون حذاء خالص، عشان لو اي حاجة دخلت في رجلك هي اللي بتعمل مشاكل بعد كده. وتحافظي على سكرك، دي اهم حاجة، وتحاولي تنظمي اكلك وتنظمي تمارين بسيطة حتى عشان تنظمي السكر. بس كده. وحبيت بس اشكر كل المتابعين وكل الناس اللي بتدعمنا، فياريت تعمل لايك وشير وتشير الفيديو ده لكل الناس عشان تستفيد. وما تنساش اهم حاجة اللايك عشان يوصل للناس، ولو انت بس مش مفعل زر الجرس فياريت تفعله عشان يوصل لك كل جديد. شكرا جدا.